لن يسمح بذلك الاخ مجد، ولكن نتمنى ان يستعيد تحليقه، لان فريق الرجاء هو فريق مهم بالنسبه للدوري المغربي. كذلك لاحظ ان يعني بكل امانه يا جماليه وجماليه كبيره، ان هذه الحد خاصيه مغربيه بالوان عالميه. اكيد هذه ميدين موروكو الاخ مجد، وبلوحات يعني عالميه، وحتى الالوان هي الوان جميله، الاخضر على الابيض، الاحمر على الابيض، اي ان الرجاء والوداد اليوم كل هذه الجماهير التي حضرت وكل المسؤولين على التفو مشكورين لتقديم هذه اللوحة الجميلة. إذا نأمل أن نستمتع بأجواء هذا الديربي والنسخة 19 بعد المئة. دعونا نتحول وأجواء تعليق والزميل جواد بعد جواد، تفضل. شكرا لك ماجد الشجعي، تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الكبير. انه الديربي 119، هذه الاجواء بكازابلانكا، هذه الصورة بمراكب محمد الخامس، هنا تحبس الانفاس وتقرع الاجراس. الديربي رقم 119 بتيفوات والاحلى من انصار الفريقين الوداد والرجاء البيضاوي، الصورة كما هي العادة بمدرجات مراكب محمد الخامس. إبداع ما بعده إبداع، ولوحات ولا أجمل أكيد تؤكد بأن هذا واحد من أروع الجماهير على الصعيد العالمي، جمهور الوداد. نعم كالعادة نقولها، جمهور الوداد هنا بالفريميجا، وداد المقاومة، وداد الكبرياء، وداد الشموخ، وداد الأمة، رمز الفداء. ومعه سنظل أوفياء في السراء والضراء، سنحب الوداد حتى الفناء وسنظل في القمة يا سيد. أكيد مع جمهور الرجاء البيضاوي والتيفو، أكيد على التأكيد، لأن النصر دائما سيحلق عاليا في سماء كازابلانكا، في سماء الدوري المغربي الممتاز.